اخبار كتيره واخبار مهمه جدا طالعه منين؟ طالعه من السودان. والحقيقه هي مش اخبار عاديه، هي تسريبات كشفت عنها وكاله الانباء رويترز وتساءلت، قالت لك هي الامارات بتدعم حميدتي ولا بتدعموش؟ طب لو الامارات بتدعم حميدتي بتدعموا ليه؟ ده اولا. تاني حاجه، السعوديه، هي السعوديه برضو بتدعم حميدتي ولا السعوديه مش بتدعم حميدتي؟ ده سؤال تاني. انما السؤال الاخطر اللي سالت عنه رويترز، هي مصر ايه وجهه نظرها من حميدتي؟ هل قائد من شباب دعم السريع اللي اسمه حميدتي ده مصر ترحب بيه لو سيطر على السودان، ولا ايه وجهه نظر مصر في الموضوع ده كله؟ واخيرا، امريكا شايفه السودان ازاي؟ بص، الاسئله دي كلها وراها اخبار كتيره وتفاصيل كتيره جدا اول مره هيتم الكشف عنها، لان الموضوع مش فقط رويترز اللي غطته، لا ده نيويورك تايمز كمان كان لها راي، كل طرف مين الداعمين ليه ووجهه نظرهم في الدعم ده.